أصوات وأقبح ما قد يؤذى به الناس في الصلاة من أصوات الهواتف. احنا عارفين الله يحسن العوان والنسيان في الإنسان مركب معه، الإنسان تينسى وتينسى بزاف والله يحسن العوان. فعلى الأقل ملي كلنا كننسى ويقدر الهاتف يرن وإحنا داخل الصلاة أو في انتظار الصلاة ولا كذا، فلا أقل من أن تجعل رنة هاتفك رنة عادية. تلاش دير فيها العرس، تلاش دير فيها سؤال والله السؤال العقل ديالنا ما كيبغيش يدخل، ما كتبغيش تدخل هذه المسألة. بالنسبة للناس اللي باقيين مبتلين بهذا الشيء ديال الموسيقى والغناء والمعازف، سؤال: ملي كتطلق الأغنية شنو الهدف عندك منها؟ أنك تسمع دويو، أنك تصنت لها، أنك تستمتع بها. فعلاش درتيها أنت هي في الرنة